كتير بقى بتبقى خايفة وبتسأل على فكرة ان هي قاعدة في عمارة سكنية مخالفة، وهي اشترت خلاص دفعت فلوس الشقة بتاعتها وقاعدة فيها، ولكن هي عارفة ان العمارة دي عشان كده سعرها كان اقل شوية، سعر الشقة كان قليل عشان العمارة البنى مخالف. تمام. ودلوقتي جه قانون التصالح، مين اللي يدفع الغرامة، صاحب العمارة ولا صاحب الشقة؟ القانون ما حددش مين يدفع الغرامة، لا ده هو اقر للاثنين ايهما يتقدم بالتصالح، شرط ان هو يكون معاه كامل المستندات اللي تدل وتثبت ان هو المخالفه دي تمت قبل 15/10/2023، فيحق للمشتري او المالك الاصلي للعقار. ودي غالبا بتكون المشتري طبعا، يعني المشتري هو ودي غالبا بتكون اتفاقا ما بينهم، لان هو لما اشترى هو صاحب العقار بنى وخد فلوسه وخلاص. طيب في برضو نقطه انا برضو عايزه اقف عليها، حضرتك قلت في الريف ب 50 جنيه المتر، حتى لو انا بني على ارض زراعيه، يعني انا عايزه اعرف وضع الاراضي الزراعيه ايه. هتقولي دي ارضي ماشي، بس انت دي ارض زراعيه فانت حطيت بقى عليها خرسانات وطوب احمر وقصه، يعني ما هي فقدت بالنسبه لنا احنا فقدت مقاومات الزراعه، يعني هي كده كده خلاص اوريدي، خلاص طالما اتبنى عليها حتى لو اتزالت فقدت مقاومات الزراعه. فبالتالي انا اقنن وضعه واخليه يبقى مواطن ملتزم، ولا اسيبه مازال عليه احكام قضائيه، عنده مشاكل مش عارف يركب مرافق؟ طب ما انا انهي القصه دي وانهي الجدل ده بان انا اتصالح معاه طالما تنطبق عليه شروط التصالح، ويدفع المقابل المادي، والمقابل المادي ده بيتوجه برضو لتحسين الخدمات للمواطنين في القريه جميعا، لان في جزء بتاخده جهه الولايه بتصرف بيه على المرافق والبنى التحتيه للمكان، البنيه التحتيه مظبوط. فبالتالي الافضل ان احنا ننهي الملف ده خالص بالتصالح. ولكن كل ما قبل 2023 15/10 ده التصوير الجوي، 15/10 التصوير الجوي هو اللي مبين. طيب برضو عايزه اقف عند نقطه، حضرتك تتذكر العماره اللي هي كانت عند الدائري وكانت مخالفه وحصل في الجراج حريقه، دائري اتقفل 3 ايام بسببها يعني. بسبب. طيب انا بقى لما هنيجي نتكلم عند الدائري هنا، ما في العديد من العمارات المخالفه، واللي عامل مخزن كاوتش تحته، واللي عامل يعني في مشاكل، وقرب العماره من الكوبري الدائري بيبقى مخيف، عارفه، وبحسي انه لو حط رجله كده من البلكونه بقى على الدائري. مش بس كده، انا عايزه اقول طيب ده عايز يتصالح، مش هيدفع معاه، يدفع، مش هي دي القضية، الخطورة، بس في خطر، في خطر على الـ المكان ده. وأكم تحديدا لو هنتكلم على، يمكن احنا عندنا المشكلة في القاهرة واسكندرية بشكل ملحوظ، أكم من العمارات اللي بالشكل ده يا فندم. دي يعني هو الموضوع موضوع فلوس وأدفع وخلاص، ولا الموضوع سلامة المكان نفسه على المحيطين؟ يعني حتى لو المبنى سليم بس هو خطر على المحيطين. انت حضرتك يمكن اثرتي نقطة مهمة جدا. احنا عشان خاطر نكون واقعيين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى المسؤولية وشال معاها ميراث من المخالفات ممتد لعقود للخلف، ويعتبر هو اول من اقتحم الملف ده واصر على حله وادى توجيهات بحله. ويمكن احنا نلاحظ الطفره العمرانيه اللي بتشهدها مصر في السنوات الاخيره حاجه غير مسبوقه. دي حقيقه فعلا، وحال الاسمرات وحصل طبعا يعني نقل، يعني العشوائيات يعتبر، العشوائيات تقريبا لا، والاسكان الاجتماعي واسكان المتوسط يعني وكل ده يعني رائع، يعني اللي عايز يجيب شقه هيقدر يجيب شقه مؤهله للسكن، وبعد كده اتنقلوا من المكان ده بعد هدمه وراحوا اماكن ثانيه تليق بالسكن. فهل مش هيكون عندنا عشوائيات على الدائر، ومش هيكون عندنا عمارات؟ طبعا زي احنا ما اتفقنا ان السلامه الانشائيه اي حاجه فيها خطر في السلامه الانشائيه على المواطنين، لا دي طبعا ما فيش تصالح فيها، ولكن اللي احنا بنتكلم فيه بنتكلم على ان اكيد الامور ديت بتحل تدريجيا. فيما يخص العماره اللي حضرتك بتتكلمي فيها، كان العيب فيها ان الدفاع المدني صعب ان هو يوصل لاطفاء العماره دي، طبعا برضو من ضمن المعوقات. انا النهارده ممكن يكون عندي عماره 10 12 دور في شارع 4 5 متر، بالتالي المطافي مش هتوصل لها.